رئيس الجمهورية استقبل بقصر المؤتمرات المرابطون العلماء المشاركين في أول منتدى دولي حول دور الإسلام في إفريقيا. رئيس الجمهورية يؤكد في كلمته الافتتاحية لمؤتمر العلماء الأفارقة أن موريتانيا جسدت أرض السلم بالفهم الصحيح للدين وكافحت بحزم للجماعات المتطرفة. الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية لنقاش مشروع قانون تسوية نهائية لميزانية الدولة للعام 2018. أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة الموريتانية، والتي يرافقني فيها بلغة الإشارة زميلي سلمو ليحفظه. نبدأ نشرتنا بمرسومين صادرين عن رئاسة الجمهورية، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين السيد عبد العزيز ولداهي وزيرا للاقتصاد والصناعة. كما أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم تم تعيين السيد الشيخ الكبير والملاي طاهر محافظا للبنك المركزي الموريتاني. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بقصر المؤتمرات المرابطون العلماء المشاركين في أول منتدى دولي حول دور الإسلام في إفريقيا برئاسة العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيا رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني قد أشرف بقصر المؤتمرات المرابطون على انطلاق فعاليات أول مؤتمر دولي من نوعه للعلماء الأفارقة تحت عنوان دور الإسلام في إفريقيا التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال. وأكد رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن موريتانيا جسدت أرض السلم بالفهم الصحيح للدين وكافحت بحزم الجماعات المتطرفة من خلال استراتيجيات ومقاربات تعتمد على الحوار إلى جانب المقاربة الأمنية، وفيما لنص خطاب رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. معالي الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السيد رئيس المجلس الدستوري، السيد زعيم المعارضة الديمقراطية، السادة الوزراء، سماحة العلامة الشيخ عبد الله بن البيا رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، السادة والسيدات ممثلو الهيئات الدولية المعتمدة في بلادنا، السادة والسيدات رؤساء الأحزاب السياسية، أصحاب السماحة العلماء المشاركون في المؤتمر، أيها السادة، أيتها السيدات، أيها الحضور الكريم، يطيب لي بداية أن أتوجه بأبلغ عبارات الترحيب إلى ضيوفنا الكرام من وزراء وشخصيات دولية وعلماء أجلاء، وأن أؤكد لهم على أنهم هنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية على أرض التسامح والانفتاح. فهذه البلاد ظلت على مر العصور ولا تزال منطقة إشعاع علمي وتمازج ثقافي فريد، تستقطب العلماء من كل الأقطار فيستوطنونها وينهلون من علوم مشايخها. ومن هنا كان إسهامها الكبير في انتشار الدين الإسلامي السمح والعلوم الشرعية بمختلف فنونها في إفريقيا. كما يطيب لي كذلك أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن بيا على مبادرته بتنظيم هذا المؤتمر، جرياً على عادته في السبق إلى كل ما من شأنه ترسيخ السلم والإخاء وإبراز الدين الإسلامي في نقاء قيمه السمحة، مستعيناً في ذلك بالله أولاً ثم بطول باعه في العلوم الشرعية وعميق فهمه للتحديات المعاصرة.
أصحاب المعالي والسماحة، أيها السادة والسيدات، أيها الحضور الكريم، إن الأمن والاستقرار يشكلان شرطاً أساسياً في قيام العمران البشري وفي نموه وازدهاره. وقد شهد العالم في العقدين الأخيرين تنامياً ملحوظاً لجماعات تمجد العنف وتلكي نار الفتنة وتؤجج حيث حلت الصراعات الطائفية والعرقية والمذهبية. وقد تعاظم في السنوات الأخيرة نشاط هذه الجماعات الإرهابية في قارتنا الإفريقية، وعملت على زعزعة أمننا واستقرارنا. وقد واجهنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بحزم هذه الجماعات، معتمدين استراتيجية شمولية ذات أبعاد عسكرية وتنموية وفكرية، هي اليوم عند البعض مثال يحتذى به. ولا نزال نتصدى لهذه الجماعات في منطقة الساحل ضمن مجموعة دول الساحل الخمس. لقد كان لعلمائنا وأئمتنا دور أساسي في مواجهة هذه الجماعات من خلال جهودهم الموفقة في رد من غرر بهم من أبنائنا إلى جادة الصواب، وفي تحصين شبابنا في وجه دعوات الغلو والتطرف والعنف. وفي هذا الإطار تبرز بوضوح أهمية مؤتمركم هذا الذي نشرف اليوم على افتتاحه، مؤتمر التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال. أصحاب المعالي والسماحة، أيها السادة والسيدات، إن الحفاظ على السلم والاستقرار مطلب شرعي أساسي لا يتأتى بدونه تحقيق المقاصد الشرعية الكبرى من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ولا يكون السلم والاستقرار إلا حيث تنتصر ثقافة التسامح والاعتدال على ثقافة التطرف والاقتتال. إن المسؤولية الملقاة على عواتق العلماء في سياق ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال جسيمة وبالغة الأهمية، وإننا على يقين من أن مخرجات مؤتمركم هذا سيكون لها أثر إيجابي متميز في تأصيل ونشر هذه القيم وفي تفنيد دعوات الغلو والفرقة. وفي الختام أعلن على بركة الله افتتاح مؤتمر العلماء الأفارقة حول التسامح والاعتدال في وجه التطرف والاقتتال، متمنياً لأعماله كل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي كلمته بالمناسبة رحب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي باسم رئيس الجمهورية بضيوف هذا المنتدى من علماء ودعاة للسلم والأمان وفقهاء ومشايخ وقادة رأي، وأشاد بدور رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة العلامة الشيخ عبد الله بن بيه في إشاعة قيم التسامح والاعتدال ومحاربة الاقتتال والتطرف العنيف وفي نشر الفهم الصحيح للإسلام الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، صاحب المعالي الوزير الأول مهندس إسماعيل والبدو للشيخ سيديا، صاحب المعالي والفضيلة والسماحة العلامة الشيخ عبد الله ابن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أصحاب المعالي رؤساء المجالس الدستورية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية، أصحاب الفضيلة والسماحة العلماء، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني والحكومة والشعب الموريتانيين أن أرحب
بضيوف هذا المؤتمر الدولي المبارك ترحيباً يناسب الظرف والمظروف والصفة والموصوف، ترحيباً يناسب مقام علماء الأمة وحملة دينها، كما أرحب بدعاة السلم والسلام الحاملين تاج المحبة والأخوة والرافعين الشعار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كما أرحب ترحيباً خاصاً بداعية السلم والسلام شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، وأقر بالعجز عن تعبير ما يستحق من الترحيب والإكرام، ولكني أكله إلى قول القائل: وعرج بشيخي واترك القول عنده، ألا إن بعض القول جلت شؤونه. صاحب الفخامة، إنه لمن حسن الطالع وسمات القبول أن يفد علماء الأمة ورشداؤها إلى بلاد الشقيق، بلاد السلم والسلام، في بداية عهدكم الميمون لنقاش مشاكل أمة باتت الفرقة تقض مضاجعها والضغينة تملأ أجواءها، آخذين بأيدي الأمة إلى معين محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيد الرئيس، إن تشريفكم لنا اليوم بحضوركم الكريم ورعايتكم السامية ما هو إلا تجسيد ميداني لرؤيتكم النابهة وقناعتكم الراسخة بضرورة تعزيز وتقوية دور بلادنا الحضاري في محيطها العربي والإفريقي. صاحب الفخامة، أيها الجمع الكريم، إن معضلة الإرهاب والغلو والتطرف من أصعب المعضلات التي اعترضت الأمة الإسلامية جمعاء عبر تاريخها الطويل من عصر صدر الإسلام وإلى اليوم، وذلك ما يتطلب منا وضع استراتيجيات فعالة لعلاج المشكلة بشقيها الأمن والفكري. ولئن كنتم يا صاحب الفخامة قد نجحتم بفضل الله وتوفيق منه في الجانب الأمني لهذه الاستراتيجية، فقد أثقلتم العبء على علماء الأمة في تحمل أمانة الجانب الفكري، وإنهم لأهل لذلك وسيوفقون فيه بحول الله. وفي هذا السياق يندرج مؤتمرنا اليوم الذي نرجو أن يكون لبنة مهمة في إشاعة الفهم الصحيح للإسلام وبراءته من كل الشبه والشوائب التي يحاول البعض إلصاقها به جهلاً أو عمداً لتشويه صورة ديننا الناصعة، ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صاحب الفخامة، أيها الجمع الكريم، إن البيان الصادر عن هذا المؤتمر يعد بمثابة إعلان مدون من لدن علماء إفريقيا لحماية فهم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ونرجو أن تتبعه إعلانات من قارات أخرى على نفس المنوال وبنفس الهدف. وقديما قيل: فقلت أدعي وأدعو، وإن أنداء لصوت أن ينادي داعياني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينظم مؤتمر علماء إفريقيا الذي يدوم 3 أيام من قبل الحكومة الموريتانية بالتعاون مع منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة برئاسة العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، ويبحث المؤتمر السبل الكفيلة بالتعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي في القارة الإفريقية، كما يسعى إلى إصدار بيان علمي مؤصل وإعلان تاريخي موحد يعبر عن موقف العلماء ورؤيتهم الشرعية لهذا التحدي الذي يهدد وحدة الأمة ومصالحها الدينية والدنيوية. التطرف والإرهاب والعنف والاقتتال مفردات دخيلة على قاموس الفكر العربي والإسلامي، وتصريفها أفعالا خطير على وحدة الشعوب واستقرار البلدان.
من هنا كان لزاما على دعاة السلم والسلام الجلوس على طاولة التسامح والاعتدال التي استمدت قوتها قبل 14 قرنا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الكاشف بالمحجة البيضاء عن معسكر العنصرية والعدوان في عالم بات اليوم مهددا بالتيه في غياهب المتطرفين ما لم تنتشله أيادي المخلصين الغيورين على الإسلام والمسلمين. موريتانيا ذات الصيت ذايع فقها وعلما ومنارة ورباطا شكلت بما تسخر به من علماء ومفكرين وباحثين المكتبة الزاخرة التي تنادى إليها دون تردد فطاحلة علماء القارة السمراء بحثا عن المعلومة الدقيقة ودحضا للحجة بالحجة في أول ملتقى دولي للعلماء الأفارقة تحتضنه نواكشوط برعاية سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة فضيلة الشيخ عبد الله البيا أكد في توطئة لموضوع المؤتمر أن الدعوة إلى هذا اللقاء جاءت بعد أن دق العالم الإسلامي ناقوس الخطر واستشرى داء خطاب الكراهية في جسم الأمة الإسلامية، فكان ولا بد من المواجهة بحكمة الإسلام وبعزيمة الإيمان حتى يتمكن علماء القارة من صياغة رؤية علمية وسطية تكون النبراس المضيئة في الطريق المظلم. ممثل جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة قال بالحرف إنه لا نماء ولا تنمية ولا تقدم ولا أمن ولا استقرار دون القضاء المشترك على الإرهاب والتطرف، ولن يتحقق ذلك إلا برفع الغطاء الديني عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتعريتها فكريا وإيديولوجيا حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود في المعضلة. نحن هنا معا لنوجه رسالة للعالم أجمع من على أرض نواكشوط بأن ديننا دين السلام وأن يدنا ممدودة بالسلام وللسلام، ونحن هنا جميعا لنشر ثقافة السلام ونوضح للعالم كله أنه لا نماء ولا تنمية ولا تقدم ولا ازدهار ولا رخاء بل لا اقتصاد ولا حياة ولا أمن دون القضاء المشترك على الأرهاب والتطرف تنظيما أو فكرا. وزير الشؤون الدينية بجمهورية مالي المجاورة السيد تشيرنو هاس جالو قال إن اختيار الشنقيط لاحتضان الندوة اختيار لم يأتي من باب الصدفة بل هو وضع موفق للأصبع على مكان الألم بالنسبة لطبيب مجد في مرحلة التشخيص قبل العلاج. ومن الأمم المتحدة جاءت المؤازرة في مضامين الكلمة التي ألقاها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية السيد آدم جانغ الذي قال إنه بات من الضرورة بمكان أن تباشر جهات التشريع والصناع القوانين الرادعة سن وتقنين وتطبيق القوانين والنظم والاتفاقيات التي تجرم تحقير الإنسان للإنسان. فيما تحدث الدكتور بكر دوكري وهو مستشار الرئيس البوركينابي عن أهمية تضافر جهود الدول جميع الدول إفريقية وعالمية حتى يتمكنوا بقوة مشتركة من دحر ما بات يعرف اليوم بكابوس الإرهاب الذي آن الأوان للقضاء عليه بشكل نهائي. كما تعلمون أن الأفارقة تقبلوا الإسلام بفطرتهم السليمة دون ترغيب بالمادة أو ترهيب بالقوة، وذلك عن طريق الرعاة والتجار المسلمين الذين كانوا يحملون بالإضافة إلى بضائعهم عقيدتهم الإسلامية التي هي أغلى شيء عندهم، فكانوا ينشرونها بالأقوال والأفعال حين يدعون الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأفعال لأنهم تأثروا بتعاليم الإسلام. منظمة التعاون الإسلامي بعثت هي الأخرى برسالة شكر إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمناسبة حيازتها على السبق في تنظيم مثل هذه الندوات. من نافلة القول أن الأمة الإسلامية تعاني اليوم أزمات متعددة وتجتاح دولها نوازل متصاعدة وتنتعش في ربوعها اضطرابات وقلاقل، بل إنه بمكرور القول أن أهم مصدر لتلك الظروف الاستثنائية والأحوال البائسة ما بدنا نصطلح عليه بالفكر المتطرف الذي يولد التطرف المتعجرف ويدفع الفر والشعوب إلى أتون الاحتراب والاقتتال والانفلات.
مداخلات الحاضرين أجمعت على أن ملتقى موريتانيا جاء في ظرف زمني دقيق وحساس في تاريخ الأمة، وعلى أن الجميع يعلق آمالا جساما على نتائجه التي سيكون لها ما بعدها في وجدان الذاكرة العربية والإفريقية. من نشاطات البرلمان، صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية النائب حمادي الميمو على مشروع قانون تسوية نهائية لميزانية الدولة للعام 2018. مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير المالية محاطا بكبار معاونيه. خصصت هذه الجلسة المنعقدة تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية النائب حمادي الميمو لنقاش مشروع التسوية النهائية لقانون المالية للعام 2018. وقد بدأت وقائع الجلسة بمتابعة تقرير لجنة المالية المقدم من طرف النائب الدان العثمان عن مشروع قانون المالية المعروض للنقاش، ليحيل رئيس الجلسة الكلام للسادة النواب. مداخلات السادة النواب تطرقت إلى أهمية عرض مشاريع تسوية ميزانيات الدولة على البرلمان باعتبار ذلك نهجا يشجع ثقافة شفافية تسيير المال العام، مطالبين بضرورة عرضه في الآجال المحددة وفقا للقانون. آخرون تناولوا أهمية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية بالسوق لتفادي الارتفاع الغير مبرر للأسعار، وكذلك مراجعة نظام الجمركة لتجنب التهرب الضريبي. وتساءل البعض عن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات محليا رغم انخفاضها في الأسواق الدولية، وطالب بعض النواب بزيادة معاشات موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين حتى تصبح في مستوى يتيح العيش الكريم للمتقاعدين. وزير المالية السيد محمد لميو الذهبي أكد أمام السادة النواب على أهمية عرض قوانين تسوية الميزانيات باعتباره فرصة للمشرعين يرون من خلالها تنفيذ ميزانيات فوضوا الحكومة صلاحيات صرفها في مهام الدولة المختلفة. وأشار السيد الوزير إلى أن التسوية لا تعني براءة أي كان من خروقات قد ترتكب، بل تعني حسابات الدولة ومكوناتها الأساسية من إيرادات ونفقات، متحدثا عن أهمية الإصدار المنتظم لقوانين التسوية، ومشيدا في نفس الوقت بتقرير محكمة الحسابات حول مشروع القانون المذكور. وفي نهاية الجلسة صادق السادة النواب عبر تصويت إلكتروني سري على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2018، والتي بلغت إيراداتها أزيد من 56 مليار و 671 مليون أوقية جديدة، ونفقات وصلت إلى أكثر من 51 مليارا و 38 مليون أوقية جديدة. إلى عاصمتنا الاقتصادية، حيث دشن وزير الصحة في اليوم الثاني له بالمدينة مصلحة أمراض القلب والشرايين التابعة لمركز الاستطباب الجهوي بمدينة واديبو. وتفقد الوزير عدة منشآت صحية من بينها مركز الاستشفاء متعدد التخصصات والمركز الصحي للمقاطعة المركز الصحي البلدي. تطور ملحوظ في مجال المنظومة الصحية بمدينة واديبو ليواكب التمدد العمراني الذي تشهده في حين تبدو مخرجات التغطية الصحية التي بلغت على عموم الولاية 98% على غير هوى من المواطنين وسط انتقادات بهذا الشأن. الأطباء موجودين يقال اللي ما هو موجود الأجهزة ما هي موجودة والأدوية ما هي موجودة. هؤلاء الطب تجيه وعندك إيرجانس تجي للصيدلية تلحق فيها قاهات وتلحق فيها وسوسة ما تلحق فيها أي شيء آخر. الصيدليات ما تلاقوا موجود فيها الطب، لأن الأدوية هي اللي ندوروا صيدلية الطب يعود فيها أدوية. بالنسبة لوضعيتنا هنا تقريبا على مستوى ولاية واديبو اللي قالوا الصحة الأطباء طبعا ناقصهم ياسر، يا الله تقريبا اللي قالوا المواطن اللي ما عنده شيء الله ويش برضو اولا سابق تقريبا انقالوا تقريبا اقطع اله واقطع اله يا الله ويش برضو بعد قال يعني فوتي اقبال الاسعافات الاولويه ويش برضو عقب ذاك تقريبا يقعد الى عاد خالق شيء يخلص والله ما يخلص. في هذا الاطار تدخل زياره وزير الصحه الدكتور محمد نذير والحامد للمنشآت الصحية بالمدينة، حيث دشن رفقة والي ولاية داخلة واديبو السيد محمد والأحمد سالم والمحمد رارة والسلطات الإدارية وعمدة مدينة واديبو مصلحة أمراض القلب والشرايين التابعة لمركز الاستطباب الجهوي بالمدينة.
وتحتوي هذه المصلحة التي تعتبر الأولى من نوعها بنواذيب على وحدة للتشخيص الطبي وأخرى للعناية وثالثة للتصوير الطبقي، فضلا عن طبيب متخصص وممرضين وتجهيزات ومعدات. وستوفر هذه الوحدة الجديدة التكفل والعلاج للمصابين بأمراض القلب والشرايين بدل السفر إلى نواكشوط. وفي عين المكان قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميدانية داخل أقسام وأجنحة مركز الاستطباب الجهوي الذي يعد المنشأة الأهم من حيث عدد الاستشارات الخارجية التي بلغت لسنة منصرمة ما يزيد على 57,000 استشارة. وتضم هذه المنشأة 12 تخصصاً وبها كافة التجهيزات والمعدات الطبية. الوزير قابل المواطنين واستفسرهم عن المشاكل التي يجدونها وحث القائمين على المنشأة بضرورة الرفق بالمواطنين وتقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية. المحطة الموالية من الزيارة كانت مركز الاستشفاء متعدد التخصصات، حيث بدأ الوزير والوفد المرافق له بالتعرف على الخدمات التي يقدمها وطرق التعامل مع المرضى ومدى تطبيق الإجراءات الاستعجالية المتعلقة بالحالات المستعجلة. جولة داخل أجنحة هذه المنشأة الصحية مكنت من الاطلاع على مصلحة غسيل الكلى والحالات المستعجلة والتصوير بالأشعة وقاعة سكانر وغرفة العمليات. المحطة الثالثة من زيارة الوزير والوفد المرافق له شملت المركز الصحي المقاطعي الذي يعود إنشاؤه إلى ستينيات القرن الماضي، وتعرف الوفد الزائر ميدانيا على الإسهامات التي يقدمها المركز بحكم موقعه وسط مدينة واذيب وقربه من ميناء الصيد التقليدي. وخلال هذه المحطة أعطى الوزير تعليماته بدراسة النواقص والرفع من أداء هذه المنشأة الصحية المقاطعية. المحطة الأخيرة في اليوم الثاني من زيارة وزير الصحة كانت المركز الصحي البلدي رقم 2 التابع لبلدية واذيب، ويسهم هذا المركز في تقديم العلاجات والاستشارات للمواطنين في مجال الأمومة والطفولة وداء السكري. وخلال هذه المحطة استعرض عمدة مدينة واذيب السيد القاسم البلالي التحسينات التي طرأت على هذه المنشأة وما أصبحت تتوفر عليه من أقسام وأجنحة ومعدات تمكن من تقديم الخدمات للمواطنين. الوزير والوفد المرافق له تجول بعد ذلك داخل الأقسام المختلفة، كما استفسر عن طبيعة العمل والظروف الفنية والصحية، مثمنا الجهود المقام بها لمواكبة الإصلاحات التي قامت بها الوزارة والرامية إلى تقريب الخدمة الصحية من المواطنين. أعلنت وزارة الداخلية اللامركزية في بيان أن المواطن الذي تم توقيفه مساء الاثنين الموافق 20 يناير 2020 بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة السبرانية يشتبه بقيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية، وهذا نص البيان. إثر تداول معلومات حول توقيف السلطات الأمنية مساء الاثنين الموافق 20 يناير 2020 لمواطن بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة السبرانية، فإن وزارة الداخلية واللامركزية سعيا منها إلى إنارة الرأي العام حول ملابسات الموضوع تفيد بأن المعني يشتبه بقيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية بما يتنافى مع قيمنا الأخلاقية وتعاليم ديننا الحنيف والقوانين المعمول بها في البلد. وفي السياق ذاته تواصل السلطات الأمنية القيام بالتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، ومن الجدير ذكره أن إجراءات البحث والتحقيق وما يدخل في إطارها من توقيف تم وفق قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة بما في ذلك حق العرض على القضاء المختص. وهنا في العاصمة نواكشوط، وهنا بالعاصمة، نظمت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بالتعاون مع منظمة اليونسكو في نواكشوط ورشة تكوينية حول حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. يشمل برنامج الورشة عروضا ونقاشات حول أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة ظاهرة المتاجرة غير المشروعة بالقطع الأثرية والكنوز التراثية.
تعزيز القدرات البشرية في المجال الثقافي وصيانة الموروث الثقافي الأصيل لما يمثله من هوية للأمة والدليل الملموس على غنى وثراء ذلك الموروث، أهداف من بين أخرى تجسدها هذه الورشة التكوينية الختامية لبرنامج حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لما سيساهم به هذا المشروع في رفع الوعي لدى المجتمع بشأن ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على التراث الوطني وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بذلك. إن الثقافة اليوم أصبحت رافدا من روافد التنمية ومصدرا لمزيد من التطور والرفاه، وهو ما يتطلب منا العمل على الحفاظ على تراثنا الثقافي. وهنا نؤكد التزامنا بالمشاركة الفعالة في جهود المنظومة الدولية لمكافحة الاتجار غير المرخص بالممتلكات الثقافية، وذلك لقناعة منا بضرورة تكاتف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، لأنها الوسيلة الأنجع لتحقيق هذا الهدف الكبير والنبيل معا. مديرة مكتب اليونسكو في الرباط نوهت في كلمتها بالتزام الحكومة الموريتانية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال. يسعدنا أن نعلمكم وما ربما تعلمونه أصلاً أن هذه الاتفاقية قد أبرمتها موريتانيا سنة 77، وبهذا يجعل موريتانيا من بين الدول 30 الأولى على مستوى العالم التي اعتمدت هذه الأداة التشريعية الدولية، ويدل على مدى التزام موريتانيا بهذا الموضوع. ونلتزم باليونسكو ونتعهد بأننا نقف دوماً إلى جانب موريتانيا خلال هذه المرحلة الجديدة لمتابعة الجهود التي تهدف إلى إشراك مؤسسات إقليمية ودولية في هذه المهمة النبيلة. بدوره أشاد المستشار الأول في السفارة الإسبانية في بلادنا السيد جورج أليكسين فيغا بمشاركته في هذا الملتقى، وهنأ موريتانيا على اعتمادها للقوانين المجرمة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية الموروث الثقافي، مؤكدا مواكبة مملكة إسبانيا لجهود بلادنا في هذا الميدان. المشاركون في الورشة من المندوبين الجهويين للثقافة والسلطات الأمنية والقضائية والمعنيين بمجال حفظ وتأمين التراث الثقافي تابعوا عروضا حول المشروع المذكور والمتعلق أساسا بتعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومحاربة الاتجار بها. إلى ولاية غورغول، حيث أشرفت السلطات الجهوية في الولاية على تدشين بناية جديدة ستستخدم كمقر لبلدية نيري والو التابعة لمقاطعة كيهيدي عاصمة الولاية، وستمكن هذه المشاة بلدية نيري والو من القيام بمهامها على أكمل وجه. تعزيزا للاستقلالية الإدارية، أصبحت بلدية نيري والو تتمتع بمقر جديد استغرق بناؤه حوالي 3 أعوام ونصف. مرتاح اليوم لتدشين مقر بلدية نيري والو، وهي المناسبة نشكر العمدة والمجلس البلدي والمواطنين الكرماء الأعزاء لهذا الإنجاز، وإن شاء الله على مستوى الوصاية سنواكب هذا التطور في المجالس البلدية المحلية اللي تقدر أنها تقوم بإنجازات من هذا النوع. وهذا المقر يرمز على الكثير من الأمور، هذا محل لا مركزية، محل الحكم المحلي، وبالتالي عنده مكانة مهمة في إطار تطور المؤسسات على مستوى البلد. عمدة البلدية آتي الإمام أوضح في كلمة ألقاها بالمناسبة أن المقر الجديد عبارة عن مركب يتكون من 5 مكاتب وقاعة اجتماعات، تم إنجاز أشغاله بغلاف مالي بلغ قرابة 22 مليون أوقية قديمة. وأضاف السيد العمدة أن تشييد المبنى يمثل ثمرة تعاون بين البلدية والسفارة اليابانية في بلادنا، مقدما حصيلة هذا التعاون في سرد لأبرز مجالات الشراكة بين بلديته والسفارة اليابانية في نواكشوط. وبعد قطع الشريط الرمسي إذانا بجاهزية المبنى للعمل، أدى الوفد الرسمي جولة داخل المقر معاينا التجهيزات ووسائل العمل التي زود بها لتسهيل عمل البلدية وتقريب خدماتها من المستفيدين.
بالعودة إلى نواكشوط، نظم المركز الثقافي المصري بالعاصمة نواكشوط ندوة بعنوان خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة، حضرها شمع غفير من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي. وقد افتتحت الندوة بمحاضرة من معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري إلى جانب السفير الدكتور أحمد سلامة سفير جمهورية مصر لدى موريتانيا. المحاضرة تضمنت ما يجب التحلي به من شجاعة كافية في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المسلم وإدراك الخطر الذي يحيط بالمسلمين وتوظيفه توظيفا وغيرا، كما يجب التفريق بين حرية المعتقد والعمل على زعزعة المجتمعات الآمنة. الندوة تخللتها نقاشات من لدن الحضور حول الفكر المتطرف وأنماطه العنيفة. مشاهدينا الكرام، بذلك تتكامل عناصر هذه النشرة، نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يستقبل بقصر المؤتمرات المرابطون العلماء المشاركين في أول منتدى دولي حول دور الإسلام في إفريقيا. رئيس الجمهورية يؤكد في كلمته الافتتاحية لمؤتمر العلماء الأفارقة أن موريتانيا جسدت أرض السلم بالفهم الصحيح للدين وكافحت بحزم الجماعات المتطرفة. الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية لنقاش مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة للعام 2018. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة. هذه تحية من زميلي سلمو ليحفظ الذي رافقكم بلغة الإشارة، وكذا تحية مني ومن الفريق الفني الذي واكبني في هذه النشرة. تحيانا جميعا، السلام عليكم. كفاءتك هي مفتاح نجاحك وطموحاتك لا حدود لها، ولتحقيقها يجب أن تبقى على اتصال بعالمك. لذلك أنت بحاجة إلى شبكة فعالة توفر لك أفضل الخدمات. غراتيفليكس نجمة 3، عرض واحد لجميع آلية الاتصال، مكالمات محلية ودولية مع الإنترنت وخدمة الرسائل القصيرة. غراتيفليكس نجمة 3 متوفر ابتداء من بطاقة تعبئة 200 أوقية. لتشغيل عالمك اضغط نجمة 123 نجمة، رمز التعبئة نجمة 3 مربع. موريتيل، عالم جديد بين يديك. مشي لي فيديو اللي نعت لي قبيل. ايوا اوف، فرق كريدي مره اخرى، فترني ذا لوفر. الانترنت تفرق بالعجله هي والمكالمات. انت ماله حامرني انا وعدل لك عرض ميكس موريتاني شنقيتل واستراح من ديران كريدي للتلفين ومساجات ومعاهم الانترنت اشهر تام. استفيدوا من العرض الجديد ميكس موريتاني، ساعة ونصف من المكالمات زائد 500 ميجا بايت من الانترنت صالحة لمدة 7 ايام ب100 اوقية جديدة، 3 ساعات من المكالمات زائد 1 جيجا من الانترنت صالحة لمدة 20 يوما ب200 اوقية جديدة، 4 ساعات من المكالمات زائد 2 جيجا من الانترنت زائد 100 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب300 اوقية جديدة، 7 ساعات من المكالمات زائد 4 جيجا من الانترنت زائد 200 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب500 اوقية جديدة، 20 ساعة من المكالمات زائد 4 جيجا من الانترنت زائد 500 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب1000 اوقية جديدة.